تعاني بعض السيدات من تأخر الحمل، ما يدعوهن وأزواجهن إلى القلق. هنا في عيادة الدكتورة وضح مهاوش في وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في مستشفى المواساة بالدمام، تطمئن مراجعيها وتمنحهم الأمل بفضل العلاجات الحديثة والمبتكرة لتشخيص وعلاج معظم الحالات المتعلقة بضعف الخصوبة وتأخر الحمل. يصيب تأخر الإنجاب 15% من الأزواج. طبعاً ننصح لهؤلاء الأزواج بمتابعة الطبيب بعد مرور سنة من العلاقة الزوجية المنتظمة. في النساء البالغات من العمر أكثر من 35 عاماً ننصحهم بزيارة الطبيب بعد 6 أشهر. في الأزواج من لديهم معرفة بوجود أحد أسباب تأخر الإنجاب لديه ننصحهم بمتابعة الطبيب في وقت أقرب. تقدم الدكتورة وضحى لمراجعيها مجموعة من النصائح من أجل حياة صحية تسهم في زيادة الخصوبة وترفع فرص حدوث الحمل. تختلف طرق العلاج بحسب حالة الأزواج. عادة ما ننصح هؤلاء الأزواج في البداية باتباع نمط حياة صحي، بمعنى الأكل الصحي، ممارسة التمارين الرياضية، تخفيف الوزن الزائد، الإقلاع عن التدخين، ومن ثم التدرج في العلاج. في الحالات البسيطة قد يكون العلاج فقط عن طريق تحريض الإباضة وتحديد موعد للعلاقة الزوجية، وقد يتدرج العلاج إلى اللجوء لتقنية التلقيح الصناعي أو تقنية أطفال الأنابيب أو الحقن المجهري. تشرف الدكتورة وضحى على عمليات الحقن المجهري وتناقشها مع أخصائي علم الأجنة من أجل تحقيق أفضل النتائج. طبعاً تطور علم الأطفال الأنابيب منذ ولادة أول طفلة وهي لويس براون عام 1978، حيث كانت أطفال الأنابيب تتم عن طريق وضع البويضة في أنبوب وتوضع النطفة المنوية في نفس الأنبوب بحيث يتم التلقيح ذاتياً، بينما في الحقن المجهري تتم حقن كل بويضة ناضجة بنطفة منوية من الزوج عن طريق المجهر. طبعاً أثبتت عمليات الحقن المجهري نسب أعلى في النجاح من عمليات أطفال الأنابيب المعتادة. طبعاً تطورت عمليات أطفال الأنابيب لتشمل الحقن المجهري، تقنيات المساعدة على الإنجاب باستخدام الليزر في ترقيق جدار الجنين، استخدام لاصق الأجنة، تقنية البي جي دي أو فحص الأجنة ما قبل الإنغراس للأمراض الوراثية، وتقنية تجميد البويضات لمريضات السرطان. رسالتان أود توجيههما، الأولى هي للأزواج، أقصد بذلك الزوج والزوجة. المبيض هو مخزن للبويضات وليس مصنع للبويضات، وهناك عمر محدد للمبيض، فأرجو من الأزواج مراجعة الطبيب المختص لتلقي العلاج الملائم، حيث أن فرص النجاح تكون أعلى في الأعمار الأصغر. الرسالة الثانية هي لمريضات السرطان وأطباء الأورام، أرجو مناقشة طرق الحفاظ على الخصوبة عن طريق بحسب حالة المريضة، عن طريق اللجوء إلى وحدات الإخصاب ليتم تجميد البويضات واستخدامها لاحقاً بعد استكمال المريضة لعلاجها. ويبقى الأمل دائماً بعد مشيئة الله في تحقيق حلم الأمومة لكل امرأة تبحث عن العلاج. لبرنامج صباح خير يا عرب، مع الإراضي الدمام.